نهاية نشرتنا فيلما وثائقيا حول التكتيكات الإرهابيين التي انتهجوها لارتكاب إجرامهم في الأقصير. وفي مدينة حمص ضبطت الجهات المختصة شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة في حي الوعر، وذكر مصدر مسؤول في المحافظة أن الأسلحة المضبوطة شملت 19 بندقية آلية و117 مدخرا وقاذف ار بي جي و38 قذيفة ار بي جي و41 حشوة دافعة وأربعة قذائف مضادة للدروع وأربعة صواريخ محمولة على الكتف و32 جهاز اتصال. وفي العراق